شاء الله الدعم للجيش اللبناني حيكمل. أمن العودة الأمن للناس على أرزاقها. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها. إحباط عملية إرهابية كان سينفذها انتحاري داخل مسجد المنصور في طرابلس. الجيش يدمر مركزا لتنظيم داعش في جرود رأس بعلبك يحتوي أسلحة وذخائر، والإعلان عن بدء خروج سرايا أهل الشام من جرود عرساء. عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطارين شمالي الإسكندرية، والنيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث. صباح الخير. نجت مدينة طرابلس من مخطط إجرامي إرهابي كبير يوم الاثنين الماضي كان سيستهدف المصلين في المسجد المنصوري الكبير، وقد فشلت العملية بفعل يقظة عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحماية المسجد قبل لحظات من دخول المنفذ، فيما تمكنت شعبة المعلومات من كشف تفاصيل المخطط والجهة التي تقف وراءه. نجت مدينة طرابلس من مجزرة حقيقية بعد أن أوقفت دورية أمنية معززة تابعة لقيادة منطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي اللبناني راقف عند مدخل المسجد المنصوري الكبير في المدينة للاشتباه به. ولدى توقيفه وتفتيش حقيبة صغيرة كانت بحوزته حاول المغادرة على عجل فمنع من ذلك، وقد عثر داخل الحقيبة على قنبلتين يدويتين. الموقوف أحيل مع المضبوطات إلى شعبة المعلومات حيث اعترف بانتبائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأنه كان بصدد الدخول إلى المسجد وقت صلاة العصر ورمي القنبلتين بينما المسجد يغص بالمصلين، على أن يقوم بعدها بانتزاع بندقية أحد عناصر قوى الأمن الداخلي الملاجين الحراسة وأطلاق النار على من يبقى على قيد الحياة، إلا أن توقيفه حال دون حصول هذه الفاجعة. كما اعترف بأنه اختار المسجد المذكور كونه على علم مسبق بأن عددا من السياح وعناصر قوى الأمن الداخلي يرتدونه عادة للصلاة. أعلنت قيادة الجيش أن وحدات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة مركزا عائدا لتنظيم داعش الإرهابي في جرود منطقة رأس بعلبك والقاع يحتوي أسلحة وذخائر وحققت فيه إصابات مباشرة مما أدى لتدميره. وأشارت في بيان آخر إلى أنه بنتيجة الرصد والمتابعة دهمت قوة من الجيش إحدى المزارع في منطقة شبيب في جرود عرسال وأوقفت 8 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، وقد تم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. اعتبارا من اليوم تصبح جرود عرسال ولا سيما منطقة الملاهي ووادي حميد خالية تماما من السوريين، مع خروج 350 مقاتلا من سراي أهل الشام وأكثر من 3000 نازح من مخيمات المنطقة باتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي. وقالت مصادر أمنية لبنانية لصحيفة الجمهورية إن الخروج النهائي للمقاتلين من المنطقة يفتح الباب سريعا لتصبح بالكامل في عهدة الجيش، وهو ما سيتم تدريجيا خلال الأيام المقبلة، علما بأن الجيش أولى المنطقة اهتماما كبيرا وجعلها في رأس قائمة أجندته لإعادة الأمن والأمان لأبنائها. إلى ذلك، وفي عز استعداداته لخوض معركة تحرير الجرود اللبنانية من الوجود الإرهابي، ثمة من يحاول يائسا ضرب معنويات الجيش عبر التشويش على جهوزيته والتشكيك بقدراته على خوض المعركة منفردا، إضافة إلى ما برز في الأيام الأخيرة من تضخيم ممنهج ومفتعل لقضية توقيف متهمين بدفع وتقاضي رشا مالية لقاء تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية. وبعدما طفح كيل التحليل والافتراء جاء بيان قيادة الجيش ليوضح بشفافية متناهية وقائع هذه القضية، وليدحض كل التحليل والافتراءات غير المستندة إلى دلائل وقعية وقانونية ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مشددا على كون قيادة المؤسسة العسكرية الأحرص قبل الجميع على معالجة أوضاعها ومتابعة التحقيقات في حال ثبوت تورط أي شخص في هذا الموضوع. من جهة أخرى، خص البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الجيش الوطني بجرعة دعم ومباركة روحية عشية خوضه معركة الجرود، مشددا عبر صحيفة المستقبل على أهمية دور الجيش ومسؤولياته في حماية الوطن وتحرير الأرض.
وإذ نوه بمناقبية الجيش وعزيمته وبمحورية مهامه التي يطلع بها للدفاع عن لبنان في مواجهة مختلف الأخطار المحيطة، دعا الراعي اللبنانيين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية انطلاقا من الإجماع الوطني على دورها في حماية السيادة وتحرير الأراضي المحتلة. أعرب رئيس الجمهورية ميشيل عون عن أمله في أن يؤدي اللقاء الحواري الذي سيعقده يوم الاثنين المقبل في قصر بعبدة إلى إيجاد حل للخلاف حول قانون سلسلة الرتب والرواتب. وبحسب المعلومات فإن عون وقع على مرسوم نهاية خدمة القاضي شكري صادر. عشية اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشيل عون للبحث في قانون سلسلة الرتب والرواتب وتداعياته الاقتصادية، أكد الرئيس عون أن هدفه إيجاد حل الخلاف الذي نشأ حول قانون السلسلة وقانون استحداث ضرائب لتمويلها، وشدد أمام وفد من آل الخازن على أن مسيرة الإصلاح مستمرة وأن التغيير قد بدأ في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرقابية والقضائية، داعيا اللبنانيين إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها. نهار الاثنين اجتماع الساعة 11 نتأمل انه نخلق حل يراعي جميع المصالح من دون ما يقتل فئة ويغني فئة، لأن في أوضاع اقتصادية سيئة، مش كل واحد بيقدر ياخذ اللي بده اياه، ولا كل واحد فينا ندفعه كمان ما بده اياه. ما نعمل حل عادل بين جميع الاطراف، وهيدي من اصعب شيء ممكن. وفي اطار التحضير للقاء الاثنين، تراس الرئيس عون جلسه عمل مع وزير التربيه مروان حمادي بحضور مدير عام الوزاره فادي يرق ومديره وحده اداره ومتابعه تنفيذ برنامج التعليم الشامل السيده سونيا خوري، وتناول البحث السياسه التربويه وسلسله الرتب والرواتب وانعكاساتها على القطاع التربوي. وسلم حمادي الرئيس عون لوائح بأرقام وأحصاءات وتوقعات بالنسبة إلى هذه الانعكاسات، إضافة إلى الاجتماعات المرتقبة في نيويورك الشهر المقبل لوزراء الدول المانحة. الوزير حمادي أشار إلى أنه عرض للتحضيرات الجارية لإطلاق السنة الدراسية بأعداد إضافية مرتقبة من التلامذة اللبنانيين وبتجهيزات أكثر تطورا، إضافة إلى احتمال زيادة عدد الطلاب السوريين النازحين إلى ما يقارب 25,000 وسبل مواجهة هذه الزيادة. وفي هذا الإطار عرض الرئيس عون مع مستشاره لشؤون التعاون الدولي الوزير السابق الياس بوصعب الملفات المتعلقة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في المجالات كافة. وأمام وفد نيابي تونسي يضم نوابا من الأحزاب الموالية والمعارضة، أكد رئيس الجمهورية أن الجيش اللبناني على أهبة الاستعداد والجهوزية لمواجهة خطر التكفيريين، وهو سيحرز الانتصار في معركته في مواجهة الإرهاب، وأمل أن يتحقق السلام سريعا في سوريا ما يساعد في حل مشكلة النزوح وعواقبه. من زحل، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل لتعيد انتشارها على الحدود الشرقية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامته في فندق القادري في زحل أنه يجب الذهاب إلى تغيير أساسي وجوهري في الحياة السياسية، وهذا الأمر لا يتم إلا عبر الانتخابات النيابية المقبلة. وردا على سؤال، اعتبر جعجع أن القوات والتيار الوطني الحر متفاهمون في بعض القضايا ومختلفون في قضايا أخرى. وأعلن جعجع من جهة أخرى أن القوات تؤيد توسيع صلاحيات اليونيفيل لتشمل الحدود الشرقية والشمالية. ليش مسموح لليونيفيل أن تساعد الجيش بالحفاظ على الأمن والاستقرار بحدودنا الجنوبية، ومش مسموح لليونيفيل أو مش مقبول أو ما بدون أنه اليونيفيل تساعد الجيش اللبناني بالحفاظ على استقرار حدودنا الشرقية والشمالية؟ اليونيفيل ظلهم كتير خفيف، ما حدا منا حاسس فيهم، لبل المناطق اللي عم بيفوتوا عليها أنه عم بيعملوا مشاريع اجتماعية فيها، عم بيكونوا وجود دولة بيساعد الجيش اللبناني إذا لا سمح الله تعرض لأي شيء يقدر يواجه أفضل وأفضل. ضل بدولتين وبثلاث أسلحة بثلاث يعني جيوش بسبعين قرار استراتيجي، ما هي منا حالة. يعني جزء كبير من مشكلة لبنان بالوقت الحاضر هو هالوضعية الاستراتيجية المشرزمة، لا القرار استراتيجي بالدولة ولازم يكون بالدولة، ولا سلاح بمطرح واحد ولازم يكون مطرح واحد. فإذا باليونيفيل وبدونهم هيدي مشكلة نحن كلبنانيين لازم نحلها، ما فينا نستمر هيك.
وجدد جعجع رفضه لزيارة بعض الوزراء إلى سوريا. كل وقت للتاني بيرجعوا بيطلعوا لك بطرح شكل. أول مرة طلعوا بطرح أنه بدنا أنه إذا تضى الأمر بدنا ندخل مئات ألاف المجاهدين على الحدود. لا يا خي، ما فيك تدخل شيء، هذه الحدود حدودنا كلنا سوا، نحن ما حدا في دخل عليها شيء. وقت نحن مبطل قادرين ندافع عن بلدنا، الله يقطعنا يقطع ساعتنا ساعتها. شوي بعدين رجعت أمر وراء أمر لحديث ما هلا عم بينطرح أنه في بعض الوزراء حرجمت معهم بدون يطلعوا بشكل رسمي يزوروا سوريا. أخي ما فيك تطلع تزور سوريا بشكل رسمي، لأنه هيدي بدها قرار حكومي. الحكومة ما لحقوا بلشوا عم بيناقشوا الموضوع، وقف رئيس الحكومة النقاش وحتى طلب أنه ينشطب كل شيء حكى بهالموضوع على المحضر. بدك أكثر من هيك؟ وبالتالي ما فيك. بيرجع تاني يوم بصرح لك بلا أنا بدي أطلع. أخي إيه فيك تطلع أنت كمواطن عاطي طالع يسوح، واللي طالع بده يطلع يسوح هلا بسوريا أنه ما بعرف بده يطلع يسوح عشو. وكان لجعجع سلسلة لقاءات مع فعاليات المنطقة الدينية والسياسية والأمنية، وعرض معها الأوضاع السياسية العامة بالإضافة إلى شؤون اقتصادية وإنمائية وأمنية. في النشرة بعد الفاصل، خوري يقيل مدير إهراءات القمح وخمسة موظفين بتهمة الفساد. أهلا بكم من جديد. بهدف الوقوف على حالة السجن ومعاينة أوضاع السجناء والاطلاع عن كثب على المشكلات التي تعترضهم، تفقد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان سجن رومي المركز. جاد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على بعض مباني وأقسام السجن المركزي في رومية، حيث تفقد المشاغل التأهيلية والتعليمية ومطبخ السجن الحديث. اللواء عثمان حث العاملين على الاهتمام بالنظافة حفاظا على صحة السجناء، كما اطلع على سير أعمال البناء في السجن ذات الخصوصية الأمنية، وأعطى أوامره للإسراع في إنجاز جميع الأشغال وأعمال الصيانة. كما أمر اللواء عثمان بتحسين بعض أماكن التوقيف بصورة فورية، كذلك عاين طريقة عمل غرفة العمليات والمراقبة في السجن. ثم اجتمع اللواء عثمان بالضباط وأعطاهم التوجيهات اللازمة، مشددا على معاملة السجناء وفق مبادئ احترام حقوق الإنسان وضمن أطر القوانين النافذة والأصول الإدارية والأمنية المتبعة. أكد وزير الصحة غسان حاصباني خلال رعايته يوما وطنيا لمكافحة الإدمان على المخدرات في مستشفى دهر الباشق، أكد على استمرار دعم وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية لإبعادها عن التسييس. أكد وزير الصحة غسان حصباني أن المؤسسات العامة والمستشفيات بحاجة لدعم من الدولة، لكن البعض منها أثبت أنه بإمكانه أن ينجح ويحقق استمرارية مادية على الرغم من كل الضغوط. كلام حصباني جاء خلال رعايته يوما وطنيا لمكافحة الإدمان على المخدرات في مستشفى ظهر الباشق، حيث جال في مركز العلاج من الإدمان وأقسامه. وبناء على نجاحي هذا المستشفى، سنعمل على استمرار دعم المستشفيات الحكومية كافة، جاهدين أن نبعدها عن التسييس وأن نضعها في صلب رسم السياسات الاستشفائية والصحية للبنان، لأن هذا النموذج هو نموذج المؤسسات التي نريدها، هو نموذج المؤسسات التي تبنى عليها الدولة، التي تعيد الثقة بين المواطن ودولته. وأشار حصباني إلى أن وزارة الصحة تعمل جاهدا من أجل رفع شأن القطاع الاستشفائي. أقال وزير الاقتصاد رائد خوري مدير الإهراءات وخمسة موظفين آخرين معللا أسباب الإقالة. التقرير محاسن حلب. أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن اتخاذ قرار بالاستغناء عن المدير العام لإهراءات القمح وخمسة موظفين بسبب مخالفاتهم، وسيأتي الدور على موظفين آخرين كما قال. وفند خوري الأسباب الموجبة لهذه الإقالة. إنه التقصير بصيانة الآلات والتجهيزات والمعدات وعدم وجود خطة صيانة وقائية المفترض تكون موجودة بشكل دوري ودايم لتفادي الأعطال والتوقف الطويل والمتكرر للعمل خلال استلام وتسليم الحبوب. عدم وجود سجل الأعطال يلي بتصير والقطع يلي بتستبدل وتاريخ استبدالها. عدم توفر إجراءات السلامة
يلي لازم تكون لحماية العاملين، التقصير أو الإهمال بالصيانة مع غياب إجراءات السلامة العامة، الأمر يلي بيزيد من احتمال حدوث انفجارات داخل هذا الإهراق. وجود ممارسات بعض الدوائر الإدارية والتقنية من تدخين وشرب قهوة بمواقع عمل غير مسموحة، غياب نظام المكننة اللازم لحفظ وتوثيق المعلومات. 8. ما في وجود لجردة بقطع غيار الآلات والتجهيزات بالإهراءات. الأرشيف غير موسع وغير منظم. مداخل الإهراء الرئيسية مفتوحة بشكل دائم ليلا نهارا بسبب عدم إصلاح أقفال الأبواب الرئيسية، كما أنه إمكانية الدخول والخروج للعاملين وغير العاملين متاحة بأي وقت. خوري أكد أن الإهمال لم يعد مقبولا في عهد الإصلاح والتغيير، مشيرا إلى أن القوي هو من يعمل بضمير وهو القدوة وليس من يغطي الفساد. أصيب عدد من الأطفال المشاركين في مخيم للأطفال في بلدة القاعة بحالات تسمم، وقد تم نقل 5 منهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الإمارات تعتبر أن الأزمة مع قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي. أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على 12 مطلوبا هاربا في أماكن متفرقة من البلاد من المحكومين في قضية خلية العبدل الإرهابية. وأوضحت الوزارة أنه جاري البحث عن المحكومين الآخرين وهما شخصان، وأبرزت الوزارة أنها سوف تصدر بيانا لاحقا بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المقررة. اعتقلت الاستخبارات الإيرانية خلال الأسابيع الماضية أعضاء في جماعات الضغط المقربة من المرشد علي خامنئي ومن الحرس الثوري بتهمة التجسس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. وكشف النائب الإيراني محمود صادقي عن اعتقال 2 من أعضاء مقر عماريون الاستراتيجي للحروب الناعمة والذي يترأسه رجل الدين المتشدد مهدي طائب، وهم محمد رستمي مدير موقع عماريون ورضا كلبور مسؤول في موقع عماريون ومحرر في صحيفة كيهان المقربة من المرشد. في مصر لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم وجرح أكثر من 120 آخرين في تصادم بين قطارين شمالي الإسكندرية. حادث مأساوي كانت كلفته عشرات القتلى ومئات الجرحى في مصر. قطاران لنقل الركاب قرب مدينة الإسكندرية تصادما بعد أن كان أحدهما قادما من القاهرة إلى الإسكندرية والآخر متجها من الإسكندرية إلى بورسعيد، وفق ما أفاد مسؤول مصري. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث حصل عقب صلاة الجمعة بمنطقة خورشيد، مما دفع بأهل المنطقة والمارة وفرق الإسعاف إلى نقل الجرحى إلى المستشفيات في مدينة الإسكندرية والتي أعلنت حالة الطوارئ الصحية نظرا لأعداد المصابين الكبيرة، في وقت عملت السلطات على رفع المقطورات لإنقاذ المزيد من الركاب العالقين داخل العربات التي خرجت عن السكة وانقلبت بفعل قوة الاصطدام. وسط ذلك أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل بالحادثة، كما كلف الأمن الوطني بسرعة إجراء تحرياته عن الواقعة، في وقت أمرت هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة أيضا. أكدت الإمارات أن الأزمة مع قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي، فيما أبلغت مصر المفدين الأمريكيين أن انفراج الأزمة مرهون بامتثال الدوحة للائحة المطالب. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور كركاش أن أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة، معتبرا أنها ناجمة عن سياسات حكومة الدوحة الداعمة للإرهاب والمزعزعة لاستقرار المنطقة. وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر قال كركاش أن أزمة قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي. مواقف كركاش تأتي فيما يواصل الموفدان الأمريكيان الجنرال المتقاعد أنتوني زيني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج تيم لاندر كينغ يواصلان جهودهما لتحريك ملف الأزمة الخليجية، حيث التقيا مساء الخميس ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان، كما التقى الموفدان الأمريكيان وزير الخارجية المصرية سامح شكري الذي أكد التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ
قطر للائحة المطالب 13 التي قدمت إليها والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها والتي تتفق مع القانون الدولي وفقا لما تم التأكيد عليه في اجتماعي القاهرة والمنامة. وكان الموفد الكويتي اختتم جولته التي شملت الدول الخمس ذات الصلة بالأزمة القطرية وسلطنة عمان في وقت ذكرت مصادر كويتية أن الوساطة الكويتية تسعى لوضع إطار لحل الأزمة مبني على اقتناع الأطراف بالعودة إلى المبادئ الستة التي أعلنت في اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع بالقاهرة في تموز الماضي. وتمثل المبادئ الستة إطار عمل يمكن أن يجمع الأطراف المتنازعة في الأزمة وصولا إلى ما تسعى له الكويت من جمع الأطراف على طاولة حوار مباشر يمكن أن يحضرها وزراء الخارجية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده جاهزة للرد عسكريا على استفزازات كوريا الشمالية، فيما قالت روسيا إن خطر نشوب حرب بين البلدين كبير جدا. بالتزامن حدد البنتاغون يوم 21 من آب الجاري موعدا لانطلاق المناورات العسكرية بين واشنطن وسيول. تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية قرع طبول الحرب في ظل تصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين البلدين. وفي جديد المواقف حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الحلول العسكرية متاحة تماما وجاهزة في حال تصرفت كوريا الشمالية بصورة غير حكيمة، آملا بأن يجد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون مسارا آخر. وسبق لترامب أن هدد بيونغ يانغ بنار وغضب لم يشهدهما العالم إثر تلميحها بإطلاق صواريخ فوق اليابان لتسقط على القواعد الأمريكية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ. بدوره تحدث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن ضرورة وجود خيار عسكري للصراع مع كوريا الشمالية، إلا أنه اعترف بأن بلاده تفضل حلا دبلوماسيا لأن أي حرب مع بيونغ يانغ ستكون كارثية. وفي تطور لافت أعلن البنتاغون أن المناورات العسكرية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستبدأ في موعدها المحدد في 21 من آب الجاري. هذا التصعيد الكلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ دفع الصين إلى دعوة البلدين إلى الحذر في الأقوال والأفعال، فيما قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إن خطر نشوب حرب بين واشنطن وبيونغ يانغ كبير جدا، متحدثا عن خطة روسية صينية لخفض حدة التوتر تقضي بوقف كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية في مقابل وقف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. بدورها رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استخدام القوى والتصعيد الكلامي لحل النزاع مع كوريا الشمالية، مبدية استعداد بلادها للمشاركة بشكل مكثف في خيارات الحل غير العسكرية. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين: إحباط عملية إرهابية كان سينفذها انتحاري داخل مسجد المنصوري في طرابلس. الجيش يدمر مركزا لداعش في جنود رأس بعلبك يحتوي أسلحة وذخائر، والإعلان عن بدء خروج سرايا أهل الشام من جنود عرسان. عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطارين شمالي الإسكندرية، والنيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث. ختام الصباحية، شكرا لكم وإلى اللقاء. إن شاء الله الدعم للجيش اللبناني هيكمل. أمن العودة، الأمن للناس على أرزاقها.